في المبادرات البيئة، لأن المبادرات البيئة بالفعل هي واحدة من أهم سبل حماية البيئة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يمكن من أهم هذه المبادرات، واللي بدأ بالفعل تلقي طلبات المتقدمين للمشاركة في النسخة الثالثة من هذه المبادرة، اللي هنعرف أكتر عنها من السفير هشام بدر المنسق العام لهذه المبادرة. سيد سفير، بعد التحية خلينا نعرف يعني جديد المرحلة الثالثة واللي حققته هذه المبادرة خلال المرحلتين الأولى والثانية. صباح الخير مصطفى باشا، جمان هانم، واشكركم على الاستضافة، واشكركم على استضافة العام الماضي المشروعات الفائزة في النسخة الأولى. وفي الحقيقة المبادرة أصبحت علامة فارقة ومنصة على المستوى الوطني، وأصبحت اسم على المستوى العالمي، لأن مصر اللي مبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت اسم علامة مميزة المشروعات الخضراء الذكية، يستخدم هذا الاسم الآن في الأمم المتحدة، وده حاجة يعني مساهمة من مصر وصنع في مصر زي ما بنقول. السؤال بتاع حضرتك، ان احنا عندنا 12,000 مشروع من النسختين الاولى والثانية، منهم 500 مشروع على المستوى ان هم احسن مشروعات من 12,500 مشروع، ودول طبعا فيهم الفائزين 36 في الدورة الاولى والثانية اللي بيستفيدوا من جوائز مالية وتكريم على المستوى طبعا وطني لرئيس الوزراء، ودعم وعرض مشروعاتهم على المستوى الوطني في الكوب شرم الشيخ وفي دبي، وان شاء الله النسخه الثالثه هيعرضوا مشروعاتهم في الكوب 29 في اذربيجان. لكن اكثر من كده، احنا طبعا بنستمر في متابعه المشروعات وتقديم تشبيك لهم وتواصل مع المؤسسات الدوليه والشركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويليه، على اساس ان هو طبعا يبقى المشروع عايز تمويل، عايز دعم فني، عايز شريك، عايز مستثمر. فمن الفائزين شركات رائعه استفادت وتحركت وقدرت انها تتطور، وبعد فوزها من توسع في الاعمال بتاعها سواء جغرافيا او في انشطه المشروعات وتطوير فكره المشروع والتعاون مع المؤسسات الدوليه والقطاع الخاص لتنفيذها. كان يعني احد النماذج كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 أيام بيتكلم على استخدام الصرف الصحي في زراعه الجوجوبا، نبات الجوجوبا. وبالفعل احد المشروعات الفائزه في الدوره الاولى كان بيعمل كده بالظبط، ياخد الصرف الصحي اللي مليان في كل حته وبيعمله معالجه ثنائيه، وثم بيعمل نبات الجوجوبا اللي بيستخدم في زيوت الطيارات ويستخدم في المكياج وهكذا، وبعض الدول بدات تهتم بيه. وكان هذا المشروع قدم من خلال المبادره يا سعاده السفير. قدم من خلال المبادره من سنتين وفاز واصبح نموذج. احد المشروعات الكبيره اللي لسه الدوره الثانيه كان شركه القناه للسكر. بيعملوا اكبر مصنع سكر في العالم، لكن التكنولوجيا حديثه، بيوفروا 30% من الميه وبيستخدموا تكنولوجيا حساس عشان يزقوا بالظبط، بزراعه بنجر بدل قصب عشان يقللوا الميه وياخدوا التكنولوجيا والتربه، وده هيلبي من احتياجات مصر للسكر، الفجوه ما بين الاستيراد للسكر ده هيلبيها في بعض السنوات. ففي مشروعات رائعه بتتكلم على الامن الغذائي والامن المائي، مشروعات مثلا بتعالج النباتات بالدرونز وبالارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي، من خلال تعرف النبات ده عنده مرض ايه وتحاول تعالجه وهكذا. فانا بحس سفيري يمكن دي مجالات المشروعات المقدمه للمبادره، لكن في جانب مهم جدا وهو ايضا المشاركه النسائيه وكمان مشروعات حياه كريمه، لو حضرتك تكلمنا يا فندم عن النقطه دي. اشكرك جمانه هانم على اثاره هذا الموضوع. في فئه من المبادره خاصه بالمراه، يعني مشروعات فئة المرأة، والآخر دلوقتي تقدموا 2400 مشروع إذا إما قائمين بهم المرأة أو يخدموا المرأة أو تمكين المرأة. وديكي مثلا، يعني في أحد المشروعات قدمها من الدكتورة سحر في الوادي الجديد. الوادي الجديد كان فيه مشكلة المية فيها 40 مرة نسبة الحديد في المحافظات الأخرى. فالدكتورة سحر دي قدمت علاج بحاجات طبيعية وأورجانيك بيقلل او بيشيل النسبه دي من الحديد، وفعلا قدمته في كوب 28 في دبي، وقدرت تتعاون مع رئيس اتحاد الصناعات الدكتور محمد سويدي، قال لا رئيس اتحاد الصناعات المصريه، لا اي المشروع ده قال دلوقتي بيتعاونوا، وبالتالي وحياه كريمه، كل مشروعات الحياه الكريمه، كل المشروعات اللي عندنا سواء في الامن الغذائي، الامن المائي، المراه، الستارت ابس، الشركات الناشئه، الغير هادفه للربح،
كلهم بيخدموا بطريقه مباشره مشروعات حياه كريمه، لانهم بيقدموا حلول لتحديات بيئيه مصريه. صحيح. العبقريه بتاع المبادره اللي بتحول التحدي الى فرصه اقتصاديه، وبالتالي بتساعد المواطن العادي والمراه العاديه في كل اجزاء مصر، واللي حتى ما يكونش عنده صحيح. امكانيات ماديه كبيره، ان هو ندعمه ونطلعه على مستوى العالم والمستوى الوطني. صحيح. ونجيب له مستثمرين. صحيح صحيح، وده الهدف صحيح من المبادره، واعتقد ان حضراتكم شغالين عليها بشكل كويس جدا خلال المراحل الثلاثه ليها. السفير هشام بدر المنسق العام لمبادره المشروعات الخضراء الذكيه، شكرا جزيلا لحضرتك.